بشوفه كتير قوي ان هو بيبقى الفرد قاعد في المكتب طول الاسبوع وبعدين فجاه يوم الجمعه قرر ان هو يروح يلعب كوره او راجبي او واتس ايفر، ودول طبعا بيجوا لي تاني يوم على طول عندهم الشد العضلي، تمزقات العضلات، البروزز. بقول لهم لازم 10 دقائق ربع ساعه يبقى في احماء قبل المباراه. شرب السوائل من الحاجات المهمة جدا، لأن اللاعب أثناء اللعب بيفقد السوائل عن طريق التعرق، وده بيقلل تدفق الدورة الدموية للعضلات. انبساط العضلات دي حاجة أكتف محتاجة أن الدم يوصل لها بسهولة، لأن هو ده بيودي للعضلة المواد اللي بتخلي العضلة تنبسط. لما بنفقد السوائل ويتركز الدم بيؤدي ده إلى الشد العضلي أو التشنجات.